السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من حديث الثورة. مؤشر جديد على تقارب النظام المصري مع إيران كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية، التي أكدت في تقرير أن طهران مارست ضغوطا من أجل حضور مصر اجتماع لوزان الأخير بشأن الأزمة السورية، فلم يوافق وزير الخارجية الإيراني على حضور هذا الاجتماع الذي كان مخصصا لوزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر وإيران إلا بعد ضمان حضور وزيري خارجية مصر والعراق. ما هي الرسالة التي أرادها الإيرانيون من وراء ضغوطهم تلك؟ وهل نحن أمام مؤشر على تحول النظام المصري تجاه المعسكر الروسي الإيراني وابتعاده عن دول الخليج وقد دأب على اعتبار أمنها جزءا من أمن مصر القومي؟ وهل هذا الابتعاد المصري عن المواقف الخليجية قاصر على الأزمة السورية أم يشمل أيضا باقي الملفات الإقليمية المطروحة؟ وماذا سيستفيد النظام المصري من وراء تغيير بوصلته تجاه المعسكرين الإيراني الروسي؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها بعد متابعة التقرير التالي لمريم أبيش. مصر ودول الخليج العربية وإيران، هل حان وقت تغيير التحالفات أم ما يحدث هو مجرد سحابة صيف عابرة بين القاهرة وحلفائها التقليديين؟ ما كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية هو تأكيد لما سبق تداوله عن تقارب مصري إيراني معلن في الفترة الأخيرة. قالت الصحيفة التي حصلت على مراسلات بالبريد الإلكتروني بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وإيران إن جواد ظريف طلب شخصيا من جون كيري حضور مصر في محادثات لوزان بشأن سوريا. تضيف الصحيفة أن كيري كان اقترح محادثات سداسية ثم رد عليه ظريف قائلا لماذا لا تحضر مصر أيضا؟ ولم يكن سرا أن طهران أعلنت حضورها إلى المدينة السويسرية بعد موافقة واشنطن على حجز مقعدين لوزيري خارجية مصر والعراق، بيد أن وزير الخارجية المصري حرص على التصريح أن مشاركة بلاده في محادثات لوزان جاءت بناء على دعوة جون كيري. بالطبع اختيار طهران لوزير خارجية الرئيس السيسي لم يكن عشوائيا، بل يدخل وفق بعض التحليلات في إطار بناء تكتل أوسع لداعم نظام الرئيس بشار الأسد. فقد جاء المسعى الإيراني قبل أيام من تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح القرار الروسي بشأن سوريا، خطوة مؤلمة حسب وصف مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة. تقرير الجارديان أعاد الجدل وطرح تساؤلات بشأن مصير العلاقات المصرية بدول الخليج العربية، دول دعمت نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ماديا وسياسيا قبل أن تشهد العلاقات تغيرا ينذر بأزمة لا شك أن تداعياتها السلبية على مصر ستكون كبيرة. البداية كانت بوقف شركة أرامكو السعودية تزويد مصر بشحنات النفط، وغير مستبعد أن تتخذ إجراءات إضافية من قبل دول خليجية أخرى. بعين الربة تنظر دول الخليج لهذا التقارب بين طهران والرئيس السيسي الذي وصل إلى حد إصرار إيران على الاستقواء بحضور مصري على مائدة يقابله موقف مختلف لدول خليجية. والخشية ليست كيف ترى تلك الدول هذا التقلب في التحالفات، بل ماذا يمكن أن يكون الرد؟ هل ستتحمل حكومة الرئيس السيسي أي خطوة تصعيدية من دول كانت لها السند منذ انقلاب؟ اقتصاديا البلد منهك أصلا والجنيه يعيش أسوأ أيامه. هل ما يحدث هو ورقة ضغط للحصول على دعم أكبر لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي؟ ولكن ماذا لو كانت الورقة ستأتي بمزيد من الخسائر؟ عبر الحقب التاريخية لمصر من عهد الملكية مرورا بجمال عبد الناصر الذي أطلق على الخليج اسم الخليج العربي، ومن خلفوه ظل هؤلاء يعتبرون أمن الخليج جزءا وعمقا للأمن القومي المصري. فهل تبدلت الصورة وأعيد ترتيب الأولويات في عهد الرئيس السيسي؟ افتكروا تعبيرا قلته من شهور، قلت أن مسافة السكة، لأن احنا حماية الأشقاء أمنهم واستقرارهم وسلامة بلادهم ده أمر احنا بنضعه دائما في مقدمة أولوياتنا، فهي مسافة السكة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت علي الدقباسي رئيس البرلمان العربي السابق، ومن عمان الكاتب والباحث السياسي ياسر الزعاترة،
ومن واشنطن توفيق حميد الباحث في الشأن المصري، ومن لندن محمد قواس الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بضيوفي الكرام. علي أبدأ بضيفي من واشنطن توفيق حميد، لألتقط ما جاء في آخر التقرير بحديث الرئيس المصري رئيس السيسي على أن هي مسافة السكة بيننا وبين الأشقاء إذا ما احتاجوا لنا. هل ما زال المصطلح يصلح الآن، مسافة السكة، حسب ما جاء على لسان السيسي فيما يتعلق بعلاقته بالأشقاء، وهنا الإشارة إلى دول الخليج؟ أنا أعتقد أن الأمر ما زال كما هو، ولكن قضية مفهوم كلمة مسافة السكة لأجل ماذا؟ أعتقد الرئيس السيسي حينما قال ذلك كان يعني مسافة سكة إذا تم اعتداء على هذه الدول الشقيقة من أي جهة خارجية، ولم يكن يعني أن الجيش المصري يقوم بعمليات عنترية خارج حدودها. فأعتقد أنه هو كان الأمور واضحة أنه هو لو أيا من هذه الدول، أعتقد الرئيس السيسي إلى الآن عند كلمته في ذلك، أن أيا من هذه الدول إذا تم الاعتداء عليها من أي جهة خارجية فمصر مسافة السكة، وأعتقد هو يعني ذلك وإلى الآن يعني ذلك، ولكن إذا تم الاعتداء عليهم من الخارج. أما الدخول في عمليات خارجية غير محسوبة وعنترية قد تنتهي بإنهاء للبلد أو لمصر، فأعتقد الأمر يحتاج لتفكير في هذه اللحظة. دعني أعيد سؤالي بطريقة مختلفة، كلامك هذا كان قد يكون منطقيا أو جزء من التحليل ربما لو سألتك عن ذلك عندما قال الرئيس السيسي هذه الكلمة مباشرة. أن أسألك بين التوقيت الذي قال فيه هذه الكلمة وما الذي كان يعنيه من علاقات بين القاهرة ودول الخليج، بين الرئيس السيسي تحديدا ودول الخليج، والآن بعد هذا التطور الحاصل في العلاقات بين القاهرة وبين طهران، وما الذي يعني هذا الكلام الآن؟ الآن أنا ما أراه هو تحديد أولوية المواجهة بالنسبة للنظام المصري. النظام المصري يرى داعش، وكثير من الأنظمة برضو العالمية ترى أن داعش هي أخطر شيء على الحضارة وعلى الدول. فأعتقد أن العلاقة الجديدة مع إيران ليس دليلا على أن النظام المصري سيبعد أو يتباعد عن الخليج والدول الأشقاء، بل هي ترتيب أولويات. ليس من المنطق أن تواجه الجميع. يعني البارحة كان دونالد ترامب يتحدث عن لأن أمريكا لابد أن تتعاون مع روسيا برغم المشاكل اللي موجودة بينهم لأجل القضاء على داعش. فأعتقد بالنسبة للنظام المصري والرئيس السيسي ويعني ذلك، هي الأمر قضية أولويات المواجهة. هل تواجه إيران الآن أم أنك تواجه الخطر الحقيقي الحالي وهو داعش اللي بتنهي دول؟ أعتقد النظام المصري واضح وواضح من البداية أن داعش هي الخطر الأول وأنها هي أولوية في المواجهة وليست إيران، ولا يعني ذلك أنه صديق أو تحالف مع إيران، بل يعني أولوية من يواجه في البداية. فأعتقد أن الرسالة هنا هي ما هي أولوية المواجهة للنظام المصري، هي داعش. دعني أسأل ضيفي من الكويت عن يعني مضمون الرسالة سيد علي الدقباسي. هذه الصورة الآن بين الرئيس السيسي وبين طهران، مجرد تقارب أم اصطفاف بين القاهرة، بين الرئيس السيسي وبين طهران في مقابل دول الخليج؟ في البداية أود أن أقول بأن لكل دولة خصوصية، ونحن نحترم خصوصيات الدول ومصالحها وسياساتها، لكن احنا نستند على قضية بالغة الأهمية وهي مقررات جامعة الدول العربية والمجالس الوزارية وأيضا مذكرات التعاون الدفاع والتفاهم، وهذا كله يعد ثوابت في السياسة العربية. لذا لابد أن تنطلق كل سياسة عربية مستندة على هذه المقررات، وأنا أعتقد اليوم بأن مقررات الجامعة ومؤتمر الإسلامي وغيرها من هذه المحافل السياسية دائما دفعت وطالما حذرت من سياسة إيران العدائية تجاه دول مجلس التعاون والأعمال العدائية التي تمارسها إيران بشكل واضح باختراق الأمن القومي العربي وفي التشكيك في قدرة المملكة العربية السعودية على إدارة حملات الحج، وهي
بالمناسبة أثبتت قدرة عالمية، حظت باحترام العالم والمسلمين على وجه الكرة الأرضية بحرق السفارات، بالتعدي وتخزين الأسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، بدخولها في العراق وسوريا وتمويلها للجماعات الإرهابية في اليمن. هذا كله واضح على المشهد. أنا لا يعنيني أن يكون للدول خصوصيات، لكل دولة خصوصية وسياستها، وعلينا أن نحترمها ونتفهم طبيعة المصالح، لكن نحن لنا حق ولنا عتب على كل شقيق في هذه الأيام لا يلتزم بالثوابت في السياسة العربية المستندة على القرارات وعلى الميثاق المشترك. نحن من هنا نشير ونحذر إلى أن ما يحصل هذا هو يثير علامات استفهام ويثير علامات تعجب ويشكل حتى في الموقف. علامات استفهام من قبيل ماذا؟ أنه كيف أنت تتعاون أو حتى تتحاور مع من يخزن السلاح في البلاد العربية، من يخترق الأمن القومي العربي، من يسهم في سقوط بغداد وسوريا ويخزن السلاح في اليمن ويشمل حملات وأعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون. هذا يثير علامات استفهام وتعجب. نحن نعتقد أن مصر هي شقيقة الكبرى، وهذا الكلام قلته في هذا المكان وأقوله في كل مكان، ومصر عليها دور واستحقاقات، ولكن نحن في المقابل نعتقد لكل دولة مصالح، لكن يجب أن لا تخرج من مغررات الجامعة. وبالتالي إذا ما هي قيمة هذه المغررات إذا نحن نتفق عليها ونصدر بيانات وانت توقع عليها وانا اوقع عليها وبعد ذلك نعمل خلافا لهذا الاتفاق؟ إذا ما لها قيمة. من هنا نعتقد أن حنا علاقاتنا طيب فوق مستوى حتى الميثاق، نحن أشقاء. لأنقل سؤال ضيفي من لندن محمد قواسم يتعلق ب توصيف هذه الحالة الآن بين الرئيس السيسي وبين طهران، هل هي مجرد تقارب، حسابات تكتيكية، أم اصطفاف؟ إن أولا ليس هناك جديد في هذا الموضوع. مصر دائما كانت تلوح بأن لديها تحالف مع دول الخليج وطبعا خيارات العربية، لكنها أبقت الأبواب مفتوحة مع طهران ومع دمشق. البعض طبعا بشكل غير رسمي كان يعتبر ذلك نوع من نوع الابتزاز، هذا لا يعني لا ينسحب على الموقف الرسمي المصري، ومن حق مصر أن يكون لها خيارات أخرى، لكن أيضا ليس من حق مصر منطقيا أن تكون في حلف واحد مدافعة عن دول الخليج التي تعتبر أن إيران تشكل خطرا استراتيجيا يوميا على عيش هذه الدول وعلى استقرار هذه الدول، وأن هناك معركة في اليمن منخرطة فيها إيران، وأن هناك موقفا في الموضوع السوري إيران لها ضلع مباشر في هذا في هذه المسألة. هناك أسئلة كبيرة حول هذا الموقف المصري، وأنا طبعا أعتبر أنه من حق مصر أن تختار، لكن على هذا الخيار أن يكون خيارا واضحا وليس خيارا براغماتيا رشيقا، بمعنى إما أن تكون في الموضوع السوري مع النظام السوري أو تكون مع المعارضة السورية، إما تكون في الموضوع الإيراني متوافقا مع خيارات إيران في المنطقة أو مخالفا لخيارات إيران في المنطقة. أعتقد أن الموقف الحالي، هذه الرمادية وهذه الرشاقة وهذه الشطارة بين مزدوجين، لا تليق بأداء دولة كبرى عربية نحتاج نحن كعرب إلى دورها الأساسي في المنطقة. إذن بما تصفه هذا الدور أو هذا التحرك أو هذه الرشاقة، بما تصفها؟ يعني أنا لا أعرف حتى الآن إذا كان هناك وصف لهذه، هناك أعتقد أنه هناك مقاربة تجريبية عند الدبلوماسية المصرية، وأنا طبعا كتبت في هذا الشأن واستغربت أنه عدم وجود موقف واضح مصري في كل قضايا المنطقة العربية، من القضية الفلسطينية، القضية اليمنية، القضية السورية، إلى أي قضية في العالم، وأنه المصريون يحاولون التجريب ويحاولون أن يمروا ما بين النقاط في هذه المسألة. لكن هذه المسألة في العلاقة مع إيران هي مسألة وجودية لبعض الدول، وهي تعتبر إيران حاليا عدوا وخصما، فلا يمكن لمصر أن تلعب دورا إلا دورا واضحا على الأقل. يعني هل إيران هي تطل على، عفوا، هل مصر تطل على الموقع الإيراني من شرفة عربية أم من شرفة إيرانية؟ هل تطل على الموقع السوري حاليا من أي موقع؟ هل هي من صف الدول التي تحيط بسوريا، سواء كانت روسيا أو سواء كان الموقف العراقي أو سواء كان الموقف الإيراني، وبالتالي هي جزء من الدول الداعمة للنظام، أنها جزء من الدول الداعمة للمعارضة؟ لا يمكن حاليا بعد 5 سنوات من الصراع في سوريا أن نقول أننا محايدين
أو أن نقول كما سمعت منذ قليل شعار أننا مع الشعب السوري. هذا الشعب السوري له خيارات مختلفة في سوريا، فعلى مصر على الأقل أن تكون لها موقف، أو إذا كانت تريد أن تكون لا يعني أن يكون لها وزن الحكم، على الأقل أن لا تتقدم بصفتها وسيطا مكلفا. يعني لدينا شعور في الساعات الأخيرة أنه طلب من مصر أن تلعب هذا الدور. الجارديان اليوم في بريطانيا عندما كشفت عن مراسلات بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الأمريكي، الإيرانيون قال حسب الجارديان أنهم فرضوا الحضور المصري. هذا لا يليق بموقف القاهرة، على مصر أن تكون حاضرة وهذا ما دفعني أستاذ محمد إلى 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 التساؤل عن توصيف هذه الحالة، طبعا بالإضافة إلى جملة إجراءات قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلتنا نتساءل عن هيئة وصفة الحالة المصرية الآن في علاقتها بدول الخليج، إن كان مجرد تكتيك أو كان اصطفافا إلى جانب محور آخر. أستاذ ياسر السعاترة، فيما يتعلق بتوصيف هذه الحالة، كيف تجد الوضع الآن بين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين دول الخليج الآن في ظل هذا المؤشر، إن كان تكتيكا أو كان اصطفافا؟ يعني الحقيقة هناك حاجة إلى توصيف الأمر بطريقة مختلفة. العدوان الإيراني لا 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 يهدد الخليج وحده، وعندما يسيطر على 4 عواصم عربية ويتحدث عن تصدير الثورة، هو يريد إعادة يعني تشكيل المنطقة بشكل مختلف، ويعيد النظر في حقائق التاريخ والجغرافيا في المنطقة، يهدد الوضع العربي برمته بل وحتى الإسلامي. هو يتحدث بلغة طائفية مذهبية، يريد أن يكون معبرا عن الشيعة في كل مكان واعتبارهم جاليات إيرانية، وبالتالي هو يهدد الوضع العربي والإسلامي برمته وليس فقط دول الخليج. اليوم نظام السيسي يتواطأ مع أكبر عدوانين يستهدفان الأمة، العدوان الصهيوني، ونرى علاقة حميمية لم تعرف في تاريخ مصر ولا تاريخ الصراع العربي الصهيوني. نرى علاقة حميمية بين النظام وبين الكيان الصهيوني، ونرى تواطؤا أمام العدوان الإيراني. واقع الحال هذا هو خلاف المشهد المصري، ولكن أليس من الجيد نعلم جميعا أن من أليس من الجيد أن ينظر إلى هذا التقارب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين طهران أو المحور الآخر من زاوية مختلفة، أنها نافذة خلفية لإمكانية إحداث أي تقارب أو حلحلة لأي شد بين طرفين، وبالتالي يمكن أن يكون هذا الموقف مفيدا لدول الخليج وليس مربكا؟ بالعكس تماما، العكس هو الحقيقة. الحقيقة أن الموقف المصري هو الذي يغري إيران بالمزيد من العدوان. لو وقفت مصر موقفا مختلفا من العدوان الإيراني لأعادت الإيران النظر في كل استراتيجيتها في المنطقة، ولا ربما كان بوسعنا أن نوقف هذا النزيف الذي يدمر الجميع لحساب الكيان الصهيوني. الموقف المصري هو الذي يغري إيران بمزيد من العدوان. لو تغير لتغير ميزان القوى برمته. اليوم مصر النظام المصري يتواطأ بشكل واضح مع العدوان الإيراني، وهذا ليس جديدا منذ أن صعد إلى السلطة، وحتى الآن الموقف لم يتغير، ربما بدأ أكثر وضوحا في الأسابيع والشهور الأخيرة، لكن الموقف في العموم لم يتغير. سوريا هي محور المشروع الإيراني، وهي العنوان الأكبر في العدوان الإيراني، ومعروف موقف السيسي في سوريا. في اليمن يأخذ موقفا ناعما إلى حد ما، لكنه في العراق ولبنان على سبيل المثال يصطف في المحور الإيراني. مصر هي الشقيقة الكبرى، وهي التي كانت دائما تقود الوضع العربي في مواجهة المعتدين. عندما تتمدد إيران في المنطقة فهي تهدد بالضرورة الدور والنفوذ المصري. مشكلة هذا النظام أنه يتعاطى مع أزمة الشرعية التي يعاني منها على حساب الوضع العربي برمته، يضيع الأمن القومي المصري كما في سد النهضة، ويضيع الوضع الداخلي بالقمع والإفقار، ويضيع الوضع العربي بمواقف بائسة أمام العدوان الإيراني وفي علاقة حميمية مع الكيان الصهيوني. هذا وضع مصري غير مسبوق. على الشرفاء في الشارع المصري أن لا يتوقفوا فقط عند السياسات الداخلية، وإنما يقولوا لا لهذا التواطؤ مع أكبر عدوان تشنه إيران على الأمة، وأكبر عدوان صهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة برمتها. لا يجب أن تنحصر المعارضة في السياسات الداخلية. ومن المعيب على بعض القوى القومية واليسارية في
مصر أن تمالئ هذا النظام في مثل هذه المواقف. إذن أنت ترى فيه تواطؤا سيد إياس. هنا سأل ضيفي الآن الذي حق بنا الآن عبر الهاتف من الرياض سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، نحاول أن نفهم في أكثر من زاوية وأكثر من مكان أن نفهم هذا التوصيف الحالي لهذه الخطوات المتخذة في أكثر من مناسبة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتجاه محور ليس على انسجام بل هو على خلاف مع دول عربية. سيد سليمان العقيلي، فيما يتعلق بهذه النقطة، كيف ترى إلى هذه الخطوات المتخذة، هذا التعليق مثلا على سبيل المثال ما نقلته الجارديان بإصرار طهران على وجود مصر في ما جرى من محادثات لوزان وخطوات أخرى، كيف ترون لها؟ مساء الخير أولا لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. ينبغي أن نذكر أنه الإصرار الإيراني على مشاركة مصر في لوزان قد سبقت تصويت القاهرة على مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، وبالتالي سبقت رد الفعل السعودي. يبدو أن القاهرة الآن تتكشف سياستها يعني المتدثرة سابقا بالأغطية القومية، ويبدو أن الخليجيين بدأوا إنهاء حالة التكاذب وحفلة الإنكار السابقة التي كانوا يغطون بها الثغرات في السياسة الخارجية المصرية. في واقع الأمر أنه إصرار إيران على حضور القاهرة يدل على أن السياسة المصرية في خدمة المصالح الإيرانية وضد الأمن القومي العربي وضد المصالح العربية وبالذات المصالح الخليجية. ينبغي أن تنتهي حفلة التكاذب في العلاقات الخليجية المصرية وأن يقال للقاهرة إما معي أو ضدي، لأنه هذا هو الذي ينبغي أن يكون في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية في تاريخ المشرق العربي وفي تاريخ النظام السياسي العربي الذي يعاد تشكيله من القوى الكبرى ويبدو بمشاركة من بعض القوى العربية مثل القاهرة. سيد توفيق حميد ضيفي من واشنطن، استمعت إلى ما قاله ضيفي الآن من الرياض وإشارته إلى الموقف المعبر عنه بشكل رسمي قبل أيام عقب جلسة مجلس الأمن، المعبر عنه من قبل المندوب السعودي في مجلس الأمن، وهذا الامتعاض والتساؤل والحيرة من الموقف المصري. إذن السكة ليست نفسها والمسافة ليست نفسها. اسمح لي أخي أن أشرح أولا شيء في غاية الأهمية هنا، أنني حينما أتفق حتى مع عدو لي في لحظة ما على شيء لا سمعناه أنني قبلت هذا العدو وأنه حليفا لي وأنه صديق وأنني أريده وأفضله على الآخرين. يعني على سبيل المثال لو أن أحد له جار وهو عدو له، لو جارك مثلا عدو ليك وهناك حريق في المبنى، الكل هنا يتحد لأن يخمد هذا الحريق، فهذا هو الوضع. داعش وما تفعل في العالم والعالم العربي بالذات من دول دمرت بسببها هي الحريق. في هذه اللحظة قد تضطر للتعاون مع جارك حتى لو كان عدوا لك لأجل إنهاء هذا الحريق. لا يعني أنك تحبه، لا يعني أنك حليفا له، لا يعني أنك تفضله على الآخرين. فلا يوجد دليلا واحدا على أن العلاقة بين مصر وإيران هي علاقة تحالف، بل يعني لا يوجد أي شيء يدل على ذلك. ولكن هو في شيء واحد ومنذ البداية كان واضحا من الرئيس السيسي، اللي هو أن داعش وهذا الاتجاه الفكري المتطرف هو أخطر حاجة على المنطقة. ورأينا في ليبيا
على سبيل المثال، رأينا مثل حي كيف أن إزالة الرؤساء في ليبيا أو في العراق سابقا صدام لم تنتهي بحل المشاكل، بل زادتها سوءا. ورأينا أسواق النخاسة تحدث في العصر الحديث بسبب داعش. فهنا النظام المصري نظام أرى في هذه النقطة هو يتفق مع وجهة نظر إيرانية، ولكن لا يعني أنه يوافق على كل ما تفعله إيران أو أنه حليفا لها. فلا بد من التفريق بين شيئا هاما، أنك تواجه عدو في غاية الخطورة وحريق في هذه اللحظة، قد تضطر تتفق في وجهة نظر ما لإنهاء هذا الحريق مع عدو لك، ولكن لا يعني أنك أصبحت صديقا له. أعتقد التفريق هامة في هذا الأمر. لا بأس أعود لضيفي من الرياض سليمان العقيلي، ربما ليعلق على ما قلته الآن في هذا التوصيف أو هذه المقاربة المصرية في علاقتها مع المحور الذي لا تتفق معه دول الخليج، أو ترى فيه تضادا وتضاربا كبيرا بينها وبين هذا المحور. هل محاربة من يوصفون بالإرهابيين كافية حتى يتم فهم هذه المواقف المستجدة من القاهرة؟ سيد سليمان. في الواقع أنه ما ذكر الآن وما قد يكون يذكر لتبرير السياسات المصرية هو نفسه الذي يذكر في واشنطن أو يسوق من الإدارة الأمريكية أو حتى من الإدارة الإيرانية. في واقع الأمر ينبغي أن نفهم أن الإرهاب العربي الإسلامي السني كان حصان طروادة للتخادم الأمريكي الإيراني، وهو اليوم حصان طروادة للتحالف المصري الإيراني ضد المصالح العربية. ينبغي أن يكون هذا واضحا، لأن الإرهاب تم ركوبه لسحق السنة في العراق وسحق السنة في سوريا، والقاهرة تقول أنا لست طائفية، أنا ليس لي علاقة بسنة وشيعة. طيب أنا بسأل أسئلة وفيها مضامين الإجابات. إذا كانت القاهرة ضد الإسلام السياسي السني مثل الإخوان المسلمين، فلماذا أو غيرها من الجماعات الإسلامية في سوريا، فلماذا لا تكون ضد الإسلام السياسي الشيعي الإيراني أو العراقي؟ المهم الإسلام السياسي. إذن في هذا السؤال ينبغي أن ندرك أن القاهرة تنتهج سياسة أمريكية ضد الإسلام السني الذي بدأت في انتهاجه منذ 2001. إذن أنا أستنتج أن القاهرة الآن هي ملحقة بالسياسات الأمريكية ضد العرب والمسلمين باعتبار أن السنة هي الأمة، ولذلك لا أجد أي تفسير سوى هذا التفسير، وأرجو أن أكون مخطئا. ولكني عندما أقرأ المشاركات السياسية والثقافية المصرية من جروزني إلى دمشق إلى بغداد التي تدربها الآن القوات المصرية، تدرب القوات العراقية الميليشياوية، يعني في العلاقة في ظل ما طرحته الآن سيد سليمان العقيلي، أطرح هذه التساؤلات على ضيفي من لندن محمد قواص. ما الذي يريده الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال خطوات تبدو في مضمونها وفي شكلها وفي ظاهرها بأنها تصعيدية مع دول الخليج؟ هذا السؤال الكبير الذي يجب أن يطرح. أنا بغض النظر عن الموقف المصري، أنا أدافع عن هذا الموقف من موقع أن لمصر الحرية في أن يكون لها خياراتها، لا شرط أن تكون هذه الخيارات واضحة. إذا ما قررت مصر أن تكون جزءا من تحالف إيراني روسي دمشقي أو ممانع إلى آخره، فهذا خيار واضح، عليها أن تكون جزء من هذا الخيار وأن لا تكون بمنطقة غير معروفة. لا أعرف إلى أي درجة مصالح مصر هي مع هذا الخيار. ترى معروف جدا أن العلاقات الروسية المصرية أصبحت متقاربة، هناك طبعا يعني مناورات عسكرية مشتركة، وأنه بشكل أو بآخر القراءة المصرية للواقع السوري تقترب وتكاد تكون نفس القراءة الإيرانية.
هذه القراءة تختلف تماما عن ما يراه الخليجيون وعن ما تراه المعارضة وعن ما يراه أيضا 80% من دول العالم أو 90% من دول العالم. السؤال المطروح على الدبلوماسية المصرية أن تكون فعلا واضحة في خياراتها وأن تفسر لنا لماذا صوتت على القرار الفرنسي الإسباني وصوتت على القرار الروسي في نفس الوقت. هذه تصرفات وسلوك لدول صغرى وليس لدول كبرى. علينا أن نفهم أكثر إلى ماذا تخطط مصر على المدى الآجل والمتوسط في علاقاتها مع الخليج. هل هذه العلاقات مع إيران التي تعتبر مضرة للعلاقات الخليجية وهم يجاهرون بذلك، أهل الخليج يجاهرون بأن هذا ضرر، هل هي مستعدة للتضحية بهذه العلاقات مقابل علاقات أخرى؟ وهل بإمكان هذه الرشاقة المصرية أن تحتفظ بكل العلاقات، علاقات مع أوروبا، مع الغرب، مع الولايات المتحدة، مع روسيا، مع إيران، مع المملكة العربية السعودية؟ هل يمتلكون هذه الموهبة؟ هناك عدم وضوح في هذه الدبلوماسية، وليس الأمر جديدا، يعني منذ سنوات حتى الآن لا نفهم أي شيء عن الدبلوماسية المصرية. أريد أن أذكر أنه قبل ساعات قيل أن مصر لعبت دورا وسيطا ما بين دمشق ومؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الأمم المتحدة هي على علاقة دبلوماسية عادية مع دمشق لا تحتاج إلى وسيط. ثم قيل أن هناك مندوبا مصريا سيذهب إلى حلب للتدخل أو للإشراف على مسألة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وكأن هناك من يريد لمصر أن تلعب دورا إعلاميا تقديمه بصفته شيء يعني عجائبي، وهذا لا يليق بموقف ومستوى القاهرة. طيب، حاولنا فيما مضى من هذه الحلقة أن نفهم ربما هذا التصرف وهذا التحرك من قبل نظام عبد الفتاح السيسي. ضيفي من الكويت علي الدقباسي، ماذا في يد دول مجلس التعاون الخليجي أن تفعل حتى تبقي على هذه المسافة وهذه السكة بينها وبين القاهرة؟ لما للقاهرة من دور مهم على مستوى الدول العربية وعلى مستوى المنطقة، وألا يدخل في عملية ارتباك والوضع جدا حساس؟ سيدي، التلميح إلى داعش بأكثر من مرة وأكثر من قول، ليس هناك من اكتوى بنار الإرهاب بكل أشكاله كثرنا نحن في دول مجلس التعاون. حرم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من محاولاتهم، أكثر شهداء سقطوا من العمليات الإرهابية هم من السعودية ومن الكويت، وأيضا في شكل آخر وقبعة أخرى بالعراق الحشد الشعبي يذبح الناس، واليوم شوف صاير في الموصل وغير الموصل. يا سيدي، هناك خلط الأوراق ويجب أن تكون الصورة واضحة. داعم الإرهاب واحد ويستخدمه بقبعات مختلفة، ولكن نحن أمة واحدة أعزنا الله بالإسلام وننظر لكل المسلمين بمسافة واحدة. والدليل على ما أقول بأن نص الشعب الإيراني ضد حكومته بسبب دعمها للإرهاب وأحزاب إرهابية في أقطار متعددة من العالم، على وجه الخصوص في البلاد المجاورة لإيران. مسألة سؤالك ماذا يمكن أن تقدم دول الخليج؟ دول الخليج سياستها معلنة وواضحة وبسيطة، هي تتخذ موقفا عربيا. وأنا أستذكر قصيدة الأمير خالد الفيصل: نحن العرب يا مدعين العروبة، نحن العرب اللي ثابتين على قيمنا وعلى أخلاقنا وفروسيتنا ونضحي في كل شيء. أنا لا أنفي العرب الآخرين، لكن أنا أقول ما يجري في حلب وما يجي في سوريا اليوم ولا يثير إنسانية كل مؤسسة دولية أو حتى عالمية وعلى وجه الخصوص عربية، هو منزوع من قلب النخوة العربية والرحمة الإنسانية. أنا أقول ما يجري في العراق وما يجري في أقطار أخرى وتخزين السلاح ودعم داعش، من هي داعش؟ داعش لماذا لا تعمل إلا في منطقة الخليج وتسلط جم غضبها؟ دول الخليج موقفها معلن واضح، تحملت المبادرة في اليمن، تحملت أعباءها العربية، ساندت كل أشقائها، ولكنها مع الأسف تتعرض إلى الابتزاز إعلاميا وتتعرض إلى الجحود وتتعرض إلى كثير من هذا. لكن تصغير المسألة بأن والله دول الخليج تدعم السيسي، هذا كلام غير صحيح. دول الخليج تدعم مصر لأن مصر قلب العروبة النابض، لأنها مصر العبور، لأننا نحق عليها، لأنها تاريخ نتذكر كل الأحداث، نعرف بأن مصر أكبر من أي نظام يجي أو راح يجي في المستقبل. لذا
نحن نتكلم عن حق وكلام السيد الذي جاورنا أو زامننا بهذه الحلقة، وحينما قال بأن نريد أن نعرف، هو عبر عن كل ضمير العالم العربي، نريد أن نعرف أنت معي أم ضدي. هو شو المنتظر؟ المنتظر أن يتم احتلال دولنا كما عمل نظام الطاغية صدام حسين، هناك يكون في تعديل في الموقف؟ يعني لا لا، احنا السلاح ظهر عندنا وتخزن. اليوم جيزان تتعرض للصواريخ من إيران، اليوم العراق أهلها ملاقين أكل، اليوم حلب تنضرب بالكيماوي. بإشارتك لليمن سيد علي الدقبازي، أسأل ضيفي من عمان ياسر الزعاترة، جرس الإنذار بين الدول الخليجية وبين القاهرة، هل يقتصر فقط على ما يجري في سوريا وهذه التسريبات، أم يمتد إلى بؤر أخرى ونقاط أخرى؟ لا، بكل تأكيد التواطؤ النظام المصري مع العدوان الإيراني يمتد ليشمل اليمن والعراق ولبنان، وبالتالي هو يتواطأ مع هذا العدوان الذي لا يخفي صبغته الطائفية. كل محاولات البروباغاندا التي يبثها النظام الإيراني تتهاوى عمليا أمام سطوة الإعلام وتصريحات السياسيين عن تصدير الثورة، وأن إيران لا تحدها حدود جغرافية وإنما هي لها حدود مذهبية. هذا أمر بالغ الوضوح، إما أن يكون السيسي مع غالبية الأمة التي تتعرض للعدوان، وإما أن يكون في المعسكر الإيراني. هذا اللافت في هذا الأمر أن الشارع المصري هو جزء من مشهد الغالبية في هذه الأمة التي يعني تعيش حالة من التوتر الكبير إزاء العدوان الإيراني، تماما كما تعيش التوتر إزاء العدوان الصهيوني. واللافت أنه يتواطأ مع العدوانين بشكل واضح. النظام المصري المشكلة أنه لا يدافع عن الأمن القومي المصري، ولا يدافع عن الدور والحضور المصري. الوضع الطبيعي بصرف النظر عن النظام الذي يحكم في القاهرة، الوضع الطبيعي أن تكون مصر هي قائدة المواجهة أمام أي عدوان كبير تتعرض له الأمة. هذا ليس عدوانا على الخليج، وإنما عدوان على كل الأمة. والأصل أن تقود مصر مربع المواجهة. عندما بدأ بعد أوسلو على سبيل المثال، عندما بدأت عمليات الهرولة والتطبيع، حصل هناك اجتماع في الإسكندرية شهير، الاجتماع الثلاثي في منتصف التسعينات لمواجهة هذا الأمر. لأنه عندما تتمدد الكيان الصهيوني يتمدد في المنطقة يهدد الدور المصري، عندما تتمدد إيران وتحاول أن تأخذ أكبر من حصتها في المنطقة هي تهدد الدور الحضور المصري الذي يقود الوضع العربي. الآن النظام المصري يدير ظهره لمشاعر الشعب المصري ولمشاعر الغالبية في الأمة، ولا يستهدف الخليج وحده. بالتأكيد هناك إلحاحا أكبر في بالنسبة للسعودية وعدد من دول الخليج فيما يتعلق بالعدوان الإيراني، لكن واقع الحال أن العدوان الإيراني يهدد الأمة برمتها، يريد أن يعيد تشكيل التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا في المنطقة، يريد أن يتسيد المنطقة بشعارات طائفية واضحة ومفضوحة. ولذلك على الجماهير المصرية أن تقوم لا لهذه السياسات، وتعيد مصر ليس إلى 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 الحاضنة العربية، وإنما إلى موقعها كقائدة للركب العربي في مواجهة العدوان الصهيوني والعدوان الإيراني. العدوان الإيراني الذي خدم الكيان الصهيوني كما لم يخدمه أي شيء في المنطقة. مسألة داعش التي تحدث عنها الضيف، أنا لا أعرف أين يواجه السيسي داعش. في ليبيا على سبيل المثال هو يصطف إلى ضد الذين يواجهون تنظيم الدولة في ليبيا، ولا يفعل شيء على هذا الصعيد. تنظيم الدولة ليس هو الخطر الأكبر، وهو لا يزايد على الخليج والسعودية في مواجهة تنظيم الدولة كما تفضل الضيف قبل قليل. بالتأكيد هم اكتووا بنار العنف أكثر من غيرهم. المسألة الكبرى بالعكس، أصلا جوهر وجود تنظيم الدولة والحاضنة الشعبية التي اكتسبها في لحظة من اللحظات هو رفعه لشعار الدفاع عن الغالبية السنية المضطهدة، وإن كانت ليست غالبية في العراق على سبيل المثال. لكن واقع الحال أن جوهر هذا الصراع في المنطقة، إما أن تأخذ الغالبية في هذه المنطقة وضعها، وإما أن يستمر الحرب لسنوات وسنوات تطول. لكن في نهاية المطاف سيصطدم رأس خامنئي بالجدار المسدود. هذه أمة تعرف كيف تدافع عن نفسها، وواجهت غزوات كثيرة قبل ذلك. سيصل خامنئي إلى الجدار قبل المسدود كما وصل الخميني من قبل. إلى مسألة التاريخ، وأنا أسأل ضيفي من واشنطن توفيق حميد، طبعا النظر إلى التاريخ، تاريخ العلاقات بين مصر والدول العربية وتحديدا دول الخليج، يجعلنا أو يدفعنا لطرح هذا التساؤل.
ما الذي سيستفيده نظام عبد الفتاح السيسي عندما يتحرك أو يتخندق باتجاه المعسكر الروسي الإيراني في مقابل خسارته للمعسكر الخليجي العربي؟ شكرا على السؤال. أنا أعتقد في نقطة مهمة أحب أن أذكرها لها علاقة بهذا الأمر، ألا وهي أن الرئيس السيسي حينما جاء حينما وعد بشيء لم يوعد بشيء كذبا. يعني على سبيل المثال، هو من البداية قال أن الحل العسكري في سوريا غير مقبول، وأن الحل لابد أن يكون سياسيا. ولو ترجع لكل كلماته في المرحلة الأولى، هو في البداية كان مصر على هذه النقطة، أن الحل ليس بمجرد أنك تشيل نظام الأسد، وأن الحل لابد أن يكون سياسيا. فالرئيس السيسي لم يفي ويخلف، يعني زي البعض بيتخيل أنه إدى عهد أو وعد بشيء وأخلفه، هذا لم يحدث. بس عشان بس ايه الحق يقال. النقطة الثانية ان 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 دول الخليج لو تعرضت لعدوان الان من الخارج من اي جهة، انا ليس عندي تردد ان مصر شعبا وحكومة ستكون اول مدافعين عنهم. ولكن هناك فارق بين ان تدافع عن دولة تم الهجوم عليها، وبين ان تشترك في عمليات خارجية انت ترى ان باشتراكك هذا سيكون له مضار ليس فقط عليك ولكن على دول الخليج هي نفسها. فلو ان داعش سيطرت على هذه المنطقة، هناك خطر على جميع دول الخليج ايضا. انا ارى ان ما يفعله الرئيس السيسي او نظامه حاليا هو مجرد وجهة نظر مختلفة. هو يرى ان الخطوة التالية، ان لو نفترض مصر تدخلت وفي نهاية الأمر حدث أن نظام الأسد سقط وداعش سيطرت على المنطقة، سيكون خطرا على دول الخليج أنفسها، فهو يرى هنا مصلحتها حتى. يعني أنا اعتقادي أن الأمر لا ينبغي أن ينظر إليه بمنظور أنه مجرد مصلحة مع إيران أو روسيا. أعتقد أن الأمر لم يصل إلى هذه الدرجة بعد، وأن العلاقات المصرية الخليجية والسعودية أعتقد أقوى بمراحل من أن هي نقدر نقول ان هي اهتزت، وان مصر في تحالف جديد. اعتقد ان الوضع مش بالصوره دي على الاطلاق. ولكن هذا معبر عنه في اكثر من مناسبه، اكثر من طريقه. هناك انزعاج وهناك خطوات تم اتخاذها، وبالتالي لما لا تقرا القاهره ويقرا نظام عبد الفتاح السيسي ما ياتيه من اشارات من دول الخليج بشكل مختلف، بينما هو يقوم باجراءات تصعيديه. أنا بقول لحضرتك لأنه يراها دي في مصلحة المنطقة بأكملها، هي مجرد اختلاف وجهة نظر. هو يرى أن هو إذا لم يفعل ذلك ويتعاون في لحظة ما كما ذكرت ضد هذا الحريق المسمى داعش اللي بيهدد كيانات الدول، فإن الأمر سينتهي بأن كيانات إرهابية تسيطر على هذه الأماكن وستهدد أمن مصر والخليج. يعني وكل ما في الأمر هو بيرى نقطة أخرى في مباراة الشطرنج، ولا يرى خطوة واحدة، يرى خطوتين. فأنت تظن أنه هو مخطئ وأنه لا يهتم بك، ولكن وكل ما في الأمر يرى أن هناك خطورة على مصر وعليك إذا لم يأخذ هذا القرار، وأن في لحظة قد يضطر أن يتعاون مع عدو فيها أو مع الأقل غير حليف زي إيران في مرحلة لإنهاء خطر جاثم على الأمة كلها. أعتقد هو دي وجهة النظر بتاعت بالنسبة للنظام المصري. سيد سليمان الأجيلي، كيف ترى المستقبل القريب للعلاقة بين عبد الفتاح السيسي وبين دول الخليج؟ سيد سليمان، المحفوظ في المخاطر، وهناك في الواقع أكثر من قلق على دور مصر القومي الذي يعني يصنف الآن في كثير من العواصم الخليجية بأنه يتقرب إلى المحور الإيراني وبأنه يتخندق في الصف المعادي للمصالح الخليجية والعربية. ولذلك أنا أعتقد أنه الخطوات المقبلة هي خطوات تقليص العلاقات مع القاهرة، إلا إذا تنبهت القاهرة لمخاطر المشهد الجيوسياسي في المنطقة، وهو مشهد يعرفه الجميع. يعني لا أحد يتذاكر علينا بأنه إذا سقط الأسد سقطت الأمن القومي العربي، إذا سقط الأسد سقطت المصالح الإيرانية. الأمن القومي العربي يتقوى بقوة الشعب السوري الذي يمكنه أن ينتخب بديلا للأسد،
والأمن القومي العربي يتقوى بطرد المصالح الأجنبية من الأراضي العربية، وبتقليص إلا يكن تنظيف الدول العربية من التواجد الإيراني الذي يعبث بأمنها وبوحدتها وبنسيجها الاجتماعي. أنا أعتقد أننا مقبلون على توتر شديد بين كثير من العواصم الخليجية والقاهرة، وأن هذا ليس في مصلحة العمل العربي، وعلى العقلاء في مصر أن يتداركوا سقوط القاهرة في يد الملاهي، كيما لا يسقط الأمن القومي العربي الذي ننظر نحن في الخليج أن القاهرة هي قائدته وهو محوره، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نتسامح مع يعني سياسة السداكي على العقل السياسي الخليجي. السياسة الخليجية الآن هي القائدة للدفاع عن الأمن القومي العربي، وتتمنى أن تكون القاهرة في المقدمة وليس في المؤخرة تتآمر على ظهورنا مع الفرس. هذا شيء هو واضح جدا. سقوط الأسد هو سقوط للاستعمار الإيراني، هذا الذي ينبغي أن يفهم من الجميع، ليس سقوط لسوريا. سقوط سوريا هو عندما تحكمها الميليشيات التي تحكم بغداد الآن. ينبغي أن يكون هذا هو الواضح للجميع، وسوى ذلك ليس بيننا وبين أحد من وشائج، لأنه الذي لا يراعي مصيرنا وأمننا واستقرارنا طيب. لا يمكن أن نراعي مصالحه السياسية. عن هذه المصالح أسأل ضيفي من لندن محمد قواس، ما المطلوب للحفاظ على الانسجام العربي في ظل هذا الوقت الصعب والحاد؟ أعتقد يجب أن نعتمد الجدية في الموضوع وعبر القنوات الرسمية في هذا الشأن، ونتوقف عن التلميحات الإعلامية المتواجدة عبر الصحافة والإعلام المصري أو عبر الصحافة والإعلام الخليجي، وعلى قادة مجلس التعاون الخليجي أن يجروا حوارا سريعا مباشرا مع النظام المصري لمعرفة فعلا توجهاته، وهذا قد يعطي أيضا حافز للمصريين بأن يوضحوا موقفهم الجديد، وهو موقف ضبابي غير يعني لا يمكن الدفاع عنه، وهم لا يستطيعون الدفاع عنه حتى الآن. يجب على الخليجيين أن يسمعوا من حليفهم المصري ضمن هذه الصفة، صفة الحلف، موقفه من الموضوع الإيراني. ولكن أبقى معك أستاذ محمد، إذا لم يشفع كل الدعم الخليجي لنظام عبد الفتاح السيسي حتى الآن في أن يبقى التزامه تجاه هذه الدول، ما الذي يجب أن يضاف حتى يعود هذا الانسجام؟ يعني أنا لا أعرف إذا كان هناك كان في نقص في المقاربة، نقص في الأداء ما بين الطرفين، وإذا كان يعني سمعت من خلال ردود الفعل المصرية والكلام أنه لن نركع إلا لله، ويعني اختصار العلاقة وتقزيمها وكأن علاقة مالية مع مصر، وطبعا يعني استمعت إلى ضيوفك وهم يعتبرون مصر دولة عربية وأساسية، وبالتالي الدعم الخليجي لمصر هو دعم للبلد وللشعب المصري، وأعتقد أنه بعد هذه يعني الإنذارات التوترات التي واضحة جدا على الأقل من خلال ما سمعته اليوم طيب في البرنامج، لم يبقى معي إلا ثواني لأسأل ضيفي من عمان ياسر الزعاطرة، ما الذي يجب الآن سيد ياسر؟ يعني في تقديري أنه كانت إيران تقبل بالمناسبة من النظام المصري بالحياد. أنا سيظهر بعد قليل من الوقت أو ربما كثير ما هو الثمن الذي قدمته إيران للنظام لكي يأخذ هذا الموقف. هذه مسألة بلغت الوضوح على الوضع العربي الخليجي على وجه التحديد أن يكون أكثر وضوحا، لكن في كل الأحوال على أنا في تقديري أن الشارع المصري يجب أن يكون له موقف آخر تجاه هذه السياسات، حتى يدفع النظام باتجاه أخذ موقف يليق
بدور مصر ومحورها، وعلى دول الخليج بالتأكيد أن تأخذ موقفا أفضل وتذهب على الأقل في الاتجاه التركي لتتحالف مع تركيا. لا يمكن صد هذا العدوان الإيراني إلا بمزيد من التحالف مع تركيا ما دامت مصر تأخذ المربع الآخر، لكن يبقى الأمل كبيرا في أن تأخذ مصر موقفا مختلفا كي يوقف هذا النزيف. أدركنا الوقت، أشكرك. يعني يوقف هذا النزيف بما فيه النزيف الإيراني، لأن الجنون الإيراني يستنزف الجميع. الكاتب والباحث السياسي ياسر الزعاتر، شكرا جزيلا لك. ما أشكر ضيفي من الكويت علي الدقباسي رئيس البرلمان العربي السابق، وكذلك ضيفي من واشنطن توفيق حميد الباحث في الشأن المصري، وضيفي من لندن محمد قواس الكاتب والمحلل السياسي، وضيفي من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي. بذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث الثورة. إلى اللقاء بإذن الله.